أجلت المحكمة العسكرية الجنوبية بصنعاء اليوم جلسة الاستئناف في قضية محاكمة طيارين اثنين امتنعا عن التحليق بطائرة خارج الجاهزية. وقضت المحكمة منتصف يونيو الماضي بسجنهما 6 أشهر مع وقف التنفيذ. هذا وقد قدم الطيران في أغسطس الماضي طعنا إلى محكمة الاستئناف العسكرية. اليوم حضرنا الجلسة الأولى للاستئناف في القضاء العسكري. للأسف النيابة لم تحضر لحضور الجلسات، لكن تم تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء القادم إن شاء الله. يعني الجلسة الأولى عندما تحضر النيابة ممكن أنهم بيطلعون على الأمور الذي بتكون في المستقبل المجلسات. طبعا احنا الأخ محامي الدفاع نشكر الأستاذ هايل سلام قدم في الدفع في الاستئناف بحسب القانون خلافنا فني. أنا مدير أمن سلامة الطيران معني بتطبيق معايير السلامة، يجب أن تكون هناك لجنة فنية محايدة خارج القوات الجوية. الحكم كان قد صدر بالإدانة اثناء أنا والنقيب طيار طلال الشاوش بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ وبالخصم مقابل فترة الغياب من رواتبنا إضافة إلى التعهد. هذا الحكم طبعا كان قد تجاوز كل ما قدم من قبل المحامي الدفاع الأستاذ هايل سلام، وقدمنا فيه وثائق تثبت براءتنا من التهم الموجهة لنا، إلا أن الحكم تجاهل كل ذلك تماما. سبق وأن ارتكبت حوادث طيرانية عديدة راح ضحيتها العديد من الطيارين. أعتقد من حق الطيارين أن يضربوا عن الطيران حتى يتم التحقيق في هذه القضية.